عنوان الأرزاق الأرزاق، يقول فضيلة الشيخ محمد بن فضل الشعراوي: ما السعي؟ الأمور الخاضعة للتجربة المعملية والتفاعل المادي هي التي لا تجامل، لأنه ليس لها هوى تخضع له. فكرة عن فكر الله سبحانه وتعالى، فقد ترك العقول البشرية حرة تفكر وتخطط وتجرب وتستفيد وتنتفع، ولذلك تؤتي أكلها سواء كان للمؤمن أو للكافر. لهذا أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم، وجعل قضية السماء تدخل في عصمة الأهواء. عصمة الأهواء تتضارب في كل شيء، بدل ممكن أن يخضع لهوى يدخل السماء فيه لتمنع الهوى. ومعنى منع الهوى ألا يجعل هوى تابعا لهوى آخر، لأن ذلك سيؤدي إلى صراعات القوى، وصراعات القوى تؤدي إلى تفاهات الأقوياء، إلى تهانة الأقوياء، تهافت الأقوياء. وتهافت الأقوياء لا يخدم المجتمع، لأن القوة من هذا تقاتل القوة من ذاك، فالقوة بذلك تتداخل وتتآكل وتتفانى في بعضها. فيريد الله أن يعصمنا من الأشياء التي بالهوى مدخل فيها، فيشرع لتنطلق في هذا الكون لتأخذ أسراره ولتستفيد منه. فأباح الله لنا أن الذي تأتينا إليه التجربة نفعا إذا ما نظرنا إلى هذه القضية، ولتعتقد تقدم قضية أخرى، وهذه القضية الأخرى هي من الأشياء التي عابوها على ديننا، إذ أنهم يقولون إن الإسلام يمنع الذين ابتكروا الأشياء المفيدة، وخاصة في الأمراض التي اكتشفت والتي تنهي آلام البشرية بما ابتكرت وبما اكتشفت وبما اخترعت أن يستفيدوا منه، تحت عنوان: هل للإنسان في الحياة حركة؟ يقول: العلماء الذين أفنوا حياتهم في ابتكار أشياء تفيد الناس وتسعدهم وتحمل عنهم مشقات العمل، لأنها تعطيهم الثمرة في أقل مجهود في أقل زمن ممكن، مثل هؤلاء الناس الإسلام يقول عنهم أن الله لا يجازيهم أو ليس لهم عند الله نصيب. للإنسان في هذه الحياة حركة، فلماذا يتحرك الإنسان في الحياة؟ الإنسان مطلق، الإنسان ليس المؤمن أو الكافر، فكلاهما يتحرك في الحياة. لماذا؟ الإنسان يتحرك في هذه الحياة لغاية أولى، هذه الغاية الأولى هي نفع الله، هي نفع نفسه ابتداء لاستبقاء الحياة، ونفع من يعولهم أيضا لاستبقاء حياته. ذلك أول شيء يطلب من الحركة. فإذا ما فعلت الإنسان شيئا فيكون فعلك هذا عائدة لك، عائده لك، وهو تأخذ الأجر منه، لتأخذ رزقك لتقتات به. الإنسان الذي فعلت له إنسان لا يقدر على الحركة، فجاء بك لتتحرك له هذه الحركة، وما دام هو لا يقدر على الحركة وجاء من يقدر له على تلك الحركة، ففي ذلك لا بد أن يكون أمرا نافعا له. إذا فتلك حركة نافعة لذاتك أيها المتحرك، ونافعة لغيرك. وهذا الغير الذي ينتفع لماذا؟ ينتفع لماذا أعطاك الأجر؟ أعطاك لأنك فعلت له ولم تفعل نفسك. تلك الأجر، تلك الأجر. إذا فقضية الأجر عن العمل إما أن تكون عند الفاعل المباشر، وإما أن تكون عند المفعول له. وتحت عنوان جزاء العمل يقول: الكافر الذي كفر بالله، هل كان في باله الله ساعة ابتكر؟ هل كان الله في بالي ساعة اكتشف؟ هل كان الله في بالي ساعة أتعب نفسه في معمله؟ لا، إنما كان العطاء له لنفسه هو، جاهه وشهرته وشرفه بالعلم من الإنسانية التي تحيط به، فأكرمته بعطائها كذا وكذا. إذا قد كان الذي عمل من أجله العطاء له هو الأجر تقديرا وتكريما. وإذا ما جاء يوم الجزاء أيعطيه الأجر ولو لم يكن الله في باله فلم يعمل لصالح لله؟ فهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، الفارق بين المؤمن والكافر حتى في العمل.
الذي يقوت الإنسان فيه نفسه، وأيضا الكافر يعمل لذاته ويعمل ذات العمل، أي إنه يريد الأجر. والمؤمن يعمل لذاته لأن الله أمره أن يتحرك حركة تسعه وتسع غير القادر على الحركة. وتحت عنوان حدود الحركة، المؤمن الذي يكون في باله الله ما دام يريد أن يتحرك حركة فوق حاجته ويتحرك حركة فوق حاجتك إليه، فهو يقول إنني أقضي حاجتي من النهاية، والباقي يكون لغير القادر للذريات الضعيفة من المحيطة بي. إذ في باله من؟ في باله رب هؤلاء الخلق، فماذا يكون عطاؤه له؟ فيعطيه الله الجزاء. الحق سبحانه وتعالى يصور لنا هذه المسألة تصوير واضح، فيقول أولا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الفرقان 23، أي أنهم عملوا وبعد ذلك جعل الله في عملهم هباء. وفي آية ثانية يقول: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل عن سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الكهف 103 و 104. لقد كان من الممكن أن تأخذ الصنعة وتأخذ التقدير، بل يجب أن يكون الله في بالك، فهنا ستأخذ هذه وتلك. ويعطينا الله المثل الواضح بقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، سورة النور 39. تحت عنوان إنه العدل، يقول فضيلة الشيخ الشعراوي: ولكن فوجئ أن وجد الله عنده، وما دام فوجئ بأن وجد الله عنده فلم يكن الله في حسابه، فكأن الذي سيكافئ لم يكن في باله يوم فعل، فماذا تنتظر؟ أن يعطي الله لمن لم يكن في باله الله يوم فعل. فهذه عدالة، إنما لم يضيع إنسان العمل فقد اجتهد في المعمل، فالله أعطاه النتيجة، فهو جمع قدره وأخذ حظه من كل شيء في الدنيا. والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة ففي ذلك لم تذكر أن الله ليس بعاد. يقول تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذ تقول: أحسن عمله وأجره ماذا يكون؟ له زبائن كثيرة فيقتات وتقدره الناس، له ملكة مشهورة ولا يستطيع أحد أن يزاحمه، ولكن إذا لم يكن الله في باله. بينما المسألة التي فيها منطقة الله مجازة ويكون ليس له فيها عندنا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، سورة هود الآية 15. وهؤلاء يعطي لهم أجرهم وتلك شهرة ومال وجاه، أي يعطي لهم كل شيء. وتحت عنوان حقيقة الرزق، يقول فضيلة الشيخ الشعراوي: ولنا أن نسأل ما الرزق؟ الرزق عند القوم هو ما به ينتفعون، فكل شيء ينتفع به الإنسان يسمى رزقا. لكن لنا أن نفرق بين الرزق الحرام والرزق الحلال. الرزق الحرام منفعته عاجلة، أما الرزق الحلال فقد يكون منفعته قليلة في نظر البعض، لكنها كثيرة الخير ودائمة التجدد. والناس قد يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما، وهو المال. لهؤلاء الناس نقول: لا، إن الرزق هو ما به يتم الانتفاع. العلم رزق، والخلق رزق، والجاه رزق. ولنا أن نتأمل قول الحق سبحانه وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، كما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم وهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون، سورة النحل 71. وتحت عنوان لما التفاوت في الأرزاق، يقول الشيخ الشعراوي: إن التفاوت في الأرزاق أمر أراده الله حتى يستطرق الرزق بألوانه المختلفة بين العباد، فإذا تمازى فرد برزق في أمر فإنه يرد بعضا منه على الناس، لذلك فالرزق هو كل ما ينتفع به. فقول الحق: والله يرزق من يشاء بغير حساب، البقرة الآية 212.
ولنا أن نتفهم ما معنى، بغير حساب أن الحساب يقتضي محاسبا ومحاسبا عليه، ولأن الحق هو الوهاب فقد يرزق الله الإنسان لا على قدر سعيه ولكن أكثر مما يتخيل الإنسان. الحق سبحانه وتعالى حين يرزق الإنسان فلا توجد سلطة أعلى منه تقول له لما أعطيت. الحق يعطي بطلاقة قدرته، وقد يعطي الله الكافر حتى يتعجب المؤمن، لكن لماذا لا يحسب المؤمن عطاء الله له من الحسنات المضاعفة ومن الأمان النفسي؟ والإنسان يحب أن يدرك، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الإنسان عليه أن يعرف أن الحساب واقع من الله على الغيب. لماذا؟ لأن قول الحق سبحانه وتعالى واضح ومحدد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل الآية 96 و97. إن ما يملكه الإنسان مهما بلغ من ثراء فهو محدود ومعدود، أما ما يملكه الحق سبحانه وتعالى فهو غير محدود أو معدود. وعندما يعرف الإنسان ذلك فإنه يلزم الأدب، فإنه يلزم الأدب ذلك أن الذين يعبدون لهم أجرهم بأفضل مما عملوا، وليس هذا الأمر في الآخرة فقط ولكن في الدنيا أيضا. القناعة والرزق، الحياة تكون مبروكة بالقناعة والرزق الحلال، ثم يذهب الإنسان في الآخرة إلى حسن النهاية. إذن فليلزم كل إنسان أدبه إن رأى غيره قد رزقه الله أكثر منه، لأنه لا يعلم حكمة الله في ذلك. فعلينا أن نعرف أن الرزق هو امتحان وليس وسيلة تكريم أو إهانة للإنسان. الإنسان قد يقف في الموقف الذي تحدث عنه القرآن إذ يقول: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. الفجر الآية 15 و16. لا لا، إن الكرم ليس في زيادة الرزق وليس في اكتياس الإنسان لامتحان هام، وهو حسن استخدام الرزق. وقلة الرزق ليس إهانة للإنسان، ولكن هو أيضا اختبار. الإكرام الإلهي لا يكون إلا إذا وفق الإنسان في أداء حق النعم، والتقدير في الرزق لا يكون إهانة إلا إذا لم يوفق الإنسان في أداء حق النعم. تحت عنوان الخطاب لمن يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم على أنعام يحدكم سنة. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، سورة الإسراء 31. الله سبحانه وتعالى قال في الآيتين: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال خشية إملاق، ولم يكن في الآيتين نحن نرزقهم وإياكم، بل قال نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. الآية الأولى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، فكأن الفقر موجود فعلا. في الآية الثانية قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فكأن الفقر غير موجود، ولكن يخشى أن يأتي بمجيء الأولاد، يخشى أن يأتي بمجيء الأولاد. إذن الآية الأولى تخاطب الفقراء فعلا، والآية الثانية تخاطب غير الفقراء الذين يخشون مجيء الفقر إذا رزقوا بأولاد. والفقير يشغل برزقه أولا قبل أن ينشغل برزق أولاده، لذلك يريد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئنه على أن أولاده لن يأخذوا من رزقه شيئا. فيقول الحق سبحانه وتعالى: نحن نرزقكم وإياهم، أيها الفقير اطمئن على رزقك، فلن يأخذ أولادك منه شيء، لأن الحق يرزقك أولا ويرزق أولادك. أما غير الفقير الذي يخشى أن يجيء الولد ومعه الفقر، فيكون انشغال فكره أن مولود الجديد سيأتي ليحول غناه إلى فقر. ويخاطب الحق جل وعلا يقول: نحن نرزقهم وإياكم، أي أن رزقهم يأتي من عند الله قبل رزقكم أنتم، فلا تخشوا الفقر وتقتلوا أولادكم، لأن الحق سبحانه وتعالى سيرزقهم فلن يصيبكم الفقر بسبب الأولاد. وتحت عنوان جديد: ما نقص المال مصدقة، يقول فضيلة الشيخ محمد بن خالد الشعراوي: المال متعة في أن تنفقه فيما تحب،
إذا أحببت طعاما اشتريته، وإذا أحببت شابا ثوبا اشتريته. فتكون أنت في هذه الحالة مسرورا، وأنت تتفق تنفق مالك، والمؤمن عندما ينفق ماله في صدقة أو زكاة يفعل ذلك إيمانا منه بأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه أضعاف أضعاف الأجر في الآخرة. إذا فحين ينفق المؤمن ماله في الزكاة يكون فرحا أنه عمل لآخرة. أما المنافق الذي يضمر الكفر في قلبه فهو لا يؤمن بالآخرة، فكأنه أنفق ماله دون أن يحصل على أي شيء، أي أن المسألة في نظره خسارة في المال ولا شيء غير ذلك. فإذا كان الإنسان ينفق وهو كاره يكون وجود المال عنده ذلة وتعبا، لأن المال الذي حصل عليه بعد عمل ومشقة ثم ينفقه فإنه لا يؤمن بآخرة ولا بجزاء. الله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أنه في رزقه لهؤلاء الناس يريد لهم الشقاء والإذلال في الدنيا، فاجعلهم يجمعون المال بعمل وتعب ثم ينفقونه بلا ثواب أي يخسرونه. وتحت عنوان جديد: خير الأرض لمن؟ يقول فضيلة الشيخ الشعراوي: لقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر آية 7. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة تقدير النفس: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فكأن شؤون الدنيا بمنطق الحديث خرجت عن منطق أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه في قوله: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول ذلك إنما يضع قاعدة كلية عامة تسير دائما بجانب منهج الله السماوي. منهج الله السماوي لاحظ أيضا أن الله خلق الكون كله بمقاييسه وعناصره وأجناسه وقوانينه، وهذه الأمور تخضع دائما للتجربة المعملية سواء أقام بها المؤمن أو الكافر، فهي تعطي ثمرتها للمؤمن والكافر. وتحت عنوان ربوبية العطاء يقول: كما أن عطاء الله سبحانه وتعالى عطاء، ربوبيته جعل خير الأرض لكل أجناسها المؤمن والكافر على حد سواء. ويشير في هذا في هذه القضية إلى أنه يجب أن نفرق بين بين إمامة المؤمنين المسلمين لله حين يجعل الله فيما يؤتمن عليها، وبين رزق أهل الأرض. سيدنا إبراهيم عليه السلام حين تلاه الله بآيات أي مطلوبات فأتمهن، ومعنى أتمهن أي أداها على أكمل ما يكون الأداء، جازيه الله بأن قال له: إني جاعلك للناس إماما، البقرة 124. ذلك لأنك أتقنت على منهج الله وأديته وفق مطلوب لله، فأنت أهل على أن تؤتمن على الإمامة. وقد قال إبراهيم عليه السلام: ومن ذريتي، فقال الله له: لا ينال عهد الظالمين. وتحت عنوان العهد على الرزق يقول الشيخ الشعراوي: الإمامة عهد من الله للمؤمن للمأمون عليه فيها، وتلك مسألة لا تخضع للجنس ولا اللون ولا النسب. فقال: ولا ينال عهد الظالمين وإن كانوا من أبنائك. إذا القضية أخذها سيدنا إبراهيم عليه السلام من ربه حينما ذهب إلى الوادي غير الزرع ليضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل. دعا الله بموجب الحنين لابنه والرعاية لامرأته أن يرزق هؤلاء بالثمرات، وقال: رب ارزقهم من الثمرات من آمن ومن كفر، ارزقه أيضا، لأنك خلطت بين عهد الإمامة الإيمانية وبين الرزق. فحين تقول قول الله: لا ينال عهد الظالمين، سحب الأمر في الإمامة والعهد على الرزق لكل من آمن وكل من كفر. إذا مسألة الرزق بقوانينه ونواميسه وبعطاء الأرض له من عناصرها، وبإعطاء الشمس له بضوئها وأشعتها، ومن عطاء الريح ومن عطاء الله، كل ذلك أمر هو من عطاء الربوبية يستوي فيه المؤمن والكافر. ولذلك كانت كل التجارب عليه لا تخضع لقضية الإله، ولكن تخضع لقضية الحركة في الأرض. فمن تحرك واستنبط وجد واجتهد وجد واجتهد يؤتي خيرها وإن كان كافرا. تحت عنوان إعطاء الأسباب حقها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهاهم عن تأبير النخل أي تلقيحه، فقد أخذ ذلك من قضية أن الله سبحانه وتعالى
يخلق ما يشاء، وأنه من الممكن لو لم يقحوه لصلاح النخل. ولكن المسألة التجريبية خذلت هذه الفكرة، فجاءت التجربة أن النخل قد خاص وشاص، فماذا يكون موقفه صلى الله عليه وسلم؟ موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد الأمر إلى قضية الربوبية في إعطاء الأجزاء حقها، وإعطاء التجربة، وإعطاء المادة، وتجعل التجربة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنتم أعلم بشؤون الدنيا. أي أن التي تعطيها التجربة ويعطيها المعنى السماء لا دخل له فيها، لأنها أتت كل الرزق بكل أسبابه وكل مقومات، وأنتم تجتهدون، فما هدتكم تجربتكم مع عملية إليه فافعلوه. وإن كان الأمر بالمصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الأمر، هو الذي نهى عن التأبير، وهو الذي قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فيجب أن تأخذ أنتم أعلم بشؤون دنياكم من قضية التأبير، وقضية التأبير هذه قضية تجريبية معملية، فرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أجعلها في نفسه، وشأن المشرع العالم حين يضع قضية أن يجعل تطبيقها أولا على نفسه، فلم يمنعه اصطفاؤه من الله، ولم يمنعه أن يرى الناس في أمره الأول رأي وفي عدوله عنهم. رأى آخر رأي آخر لمن يرى ذلك، لتكون دستورا لنا في الحياة في كل أمر تجريبي وأمر معملي. وتحت عنوان قضايا فيها فضاض على الناس أو غضاض على الناس، القضايا التي يجد الحق سبحانه وتعالى فيها غضاض على الناس يأتي فيها بحكم المشرع نفسه على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد في قضية التبني أنه كان أمر التبني معروفا عند العرب، فأن يتبنى فرد أمر آخر ويجعله ابنه له ويأخذ كل الحقوق التي الابن، ولكن جاء الإسلام ليبطل هذه المسألة. لماذا؟ لأن التبني ليس مسألة إعطاء حنان، وليس مسألة إعطاء إرث، وإنما تتعدى إلى شيء غير ذلك. الناس يكونوا ابنا، فإذا جعلته ابنا لك ولك أنت بنت، فسيصبح أخاها، لأن له الحق أن يراها، ولها الحق أن يجالسها، وله الحق أن يتكلم معها. إذا المسألة تتعدى مسألة الحنان، ومن مسألة الرزق إلى مسائل أخرى تحت عنوان العصمة من اختلاف الأهواء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السماء إنما تتدخل في أموركم التي تخضع للهوى، لكن تدخل السماء وتعصمكم من اختلاف الأهواء، لكن الأمر محكوم بتجربة معملية ومحكوم بقوانين فتعطي نتيجة واحدة، فلا اختلاف للأهواء فيها. فلذلك نجد العالم الآن يوجد به موجتين اثنتين: الموجة الأولى موجة النظرية، ومعناها أن كل فرد يحضر بنظرية من عنده، فتلك موجة عملية وهي علم مادي أي علم تجريبي. الحضارات التي نعيش فيها في التقائها وطموحاتها الآن هي حضارات معملية، حضارات مبنية على التجربة التي ابتكرت كثير من الأشياء، واكتشفت تلك الأشياء كثير من أسرار الله في هذا الكون، فاستفدنا بها وأثرت في حياتنا في حضارتنا، فتلك كلها تجارب معملية. النظرية الثانية وهي موجة الأهواء، وفي تلك نظريات ثابتة يحاول كل صاحب نظرية أن يمنع النظرية المقابلة أن تتسلل إليها، ويضع عوائق وحدود وحجب كي لا تذهب هذه المبادئ إلى هنا. لكن في المعملية التجريبية يحاول أن يتلصص عليها ليسرقها من أجل أن يستفيد منها. إذن الأمور المعملية نجدها لا هوى فيها، إنما أمرها خاضع للتجربة، التجربة المادية العملية. وتحت عنوان حكمة العطاء والمنع، يقول الله سبحانه وتعالى: كشف حجاب النفس في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى عن المنافقين الكفار: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، سورة المجادلة آية 8، وقول النفس لا يسمعه أحد، ولو أن هؤلاء لم يقولوا ذلك في أنفسهم لقالوا: والله ما خطر ذلك على نفوسنا، وإنما لأنهم قالوه في أنفسهم فبهتوا بكشف القرآن لم يدور داخل نفوسهم. ولقد ورد في الآية الكريمة على ما سيدور في خاطر المؤمنين عما يستمعون إليه، يقول الحق سبحانه وتعالى: ثم ينتظر حتى يشكر المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يخافون الفقر وقلة الرزق،
فأجاب على ذلك قبل أن يخطر على بالهم، فكأن الحق سبحانه وتعالى يشرع حتى الخواطر، ولا يترك الأمور تقع على ما يشرع لها، بل يشرع لها قبل أن تخطر على بال البشر. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. التوبة 28. فتحت عنوان جديد: استمرارية الخير. يقول: العيلة هي الفقر، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ولم يقل سبحانه وتعالى: يغنيكم أو سيغنيكم، وسوف تقتضي أن زمنا سيمر ولكنه زمن قريب. لماذا؟ لأن الخير الذي سيأتي محتاج إلى استمرارية، والاستمرارية تقتضي الأخذ بالأسباب، كأن يروج لهم تجارة مع المشركين، أو يكشف لهم من كنوز الأرض ما يغنيهم. والمهم أن هذا محتاج إلى زمن وإلى عمل، لذلك قال: فسوف. إذن الأشياء تأخذ أسبابها، والأسباب تحتاج إلى وقت. فنزلت الأمطار قرب جدة، ونبت الزرع في واد خليط، وتبالى باليمن، وجرش وصنعاء، وجاءت أحمال البعير بخير أهل مكة، وحرس الفتوحات الإسلامية، فجاء الخير من الجزية والخراج. وهكذا نرى أن سوف امتدت لمراحل كثيرة، وما زالت موجودة وممتدة حتى الآن، وقد أخذت الأمد الطويل حتى تستمر إلى يوم القيامة. حتى إننا لابد أن نلتفت إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم عيلة. هي حثيثية بأن المؤمن لا يتهاون في أمر دينه رغبة في تحقيق أمر من أمور الدنيا. فكل من يرتكب معصية خوفا من أن تضيع منه فائدة مادية، كأن يخشى أنه إذا قال الحق ضاع منه منصب، أو غضب عليه صاحب العمل فطرده من وظيفته، نقول له: لا عذر لك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. تحت عنوان جميل: فضل من الله. يقول: وحيث أن الرزق من عند الله، هذا هو كلام الله، فلا عذر لأحد أن يرتكب معصية بحجة أنه يحافظ على رزقه، أو أن يدفع الفقر عن نفسه وبيته وأولاده. وقوله سبحانه وتعالى: إن شاء. هذه توجد وقفة في النفس، لأن الله سبحانه وتعالى قد يشاء وقد لا يشاء. وإذا كان الله قد قال: وإن خفتم عادا فسوف يغنيكم الله من فضله، والمراد هنا هو الطمأنة، فلماذا جاء الحق سبحانه وتعالى بقول إن شاء؟ ذلك ليتبادر إلى ذهن السامع إلى أنه قد لا يشاء فلا يعطي. الحق سبحانه وتعالى يريد الصلة الدائمة بعبده، فقوله إن شاء هو إبقاء هذه الصلة، لأن العبد سيظل في رجاء إلى الله، فيظل الله في باله، ولأنه سيطلب دائما رضاء الله، فيبتعد عن المعصية ويتمسك بالطاعة. الحق سبحانه وتعالى له طلاقة القدر في كونه، ولذلك فقدر الله وقضاؤه ليس حجة على الله تقيد المشيئة، ولكن مشيئة الله مطلقة لا يقيدها حتى قدر الله، فهو إن شاء حدث القدر وإن شاء لم يحدث، وهكذا تظل طلاقة قدره قدرة الله في كونه. المؤمن لا يضغى. وتحت هذا العنوان يقول الشيخ محمد بن الشعراوي: بعض العارفين بالله قد يكشف له الله غيبا فيخبر به الناس، فيخلف الله سبحانه وتعالى ما كشفه حتى يظل الله وحده عالم غيب. فما دام الذي اصطفاه الله بغيب اطلع الناس عليه، فإن الحق سبحانه وتعالى يغيره ولا يعطي لذلك الشخص غيبا آخر. إذن فكلمة إن شاء إثبات لطلاقة قدرة الله في كونه، فإن شاء أعطاكم وإن شاء لا يعطيكم، وذلك حتى يخاف المؤمن أن يبلغ بالنعمة فيذهبها الله عنه، لأنه إذا تركت النعمة مطلقة، إذا تركت النعمة مطلقة طغى الناس بها فانتشر الفساد وعمت المعصية، ولكن المشيئة إذا اختارت عطاء ومنعا، فالعطاء له حكمة والمنع له حكمة، وإذا كانت النعمة تطغى فإن الله سبحانه وتعالى يذهبها. وإياك أن تعتقد أن العطاء من الله رضا والمنع غضب، والله سبحانه وتعالى يقول: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه.
وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. سورة الفجر الآية 15 و16، أي أن الإنسان إذا أنعم الله عليه اعتبر ذلك كرم من الله، وإذا ما ضيق الله عليه الرزق اعتبر ذلك إهانة وعدم رضا من الله. ويرد الله سبحانه وتعالى ليصح المفهوم فيقول كلا، أي لا المال دليل على الإكرام ولا قلة المال دليل على الإهانة. يقول الحق سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الفجر الآية 17 و20. النعمة والنقمة. وتحت هذا العنوان يقول المال إذا جاء يضيئك فيكون نقمة وليس نعمة، وإذا كانت قلة المال تمنع طغيانك فهي نعمة وليست تقمة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سورة العلق 6 و7. والله لا يريد أن يعطيك من المال ما تحسبه أنه أغناك عن الله فتطغى، وهذه نقمة وليست نعمة. إذن فقوله سبحانه وتعالى فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وفي ذلك إبقاء لطلاقة قدرة الله في الكون حتى يكون الإغناء ليس بالمال وحدها ولا بالمال وحده، ليس بالمادة وحدها ولا بالمال وحده، ولكن بالقيم أيضا. فلا يذهب المال قيم السماء ولا يبعد عنها منهج الله، ويؤكد ذلك قوله تعالى إن الله عليم حكيم، أي عليم بالأمر الذي يصلح لكم، حكيم في وضع العطاء في موضعه والمنع في موضعه. وتحت هذا العنوان الكسب والاكتساب والرضا. يقول الشيخ الشعراوي كيف يقال إن الذنب كسب وليس اكتسابا؟ تقول إن الحرام يحتاج افتعالا ترصادا فيه ملكات النفس، ولذلك يكون اكتسابا تماما كما تجلس مع زوجتك في البيت، ملكتك هنا منسجمة. أما إذا جلست مع زوجة غيرك فهنا تصادمت ملكاتك، فتغلق النوافذ وتفزع إلى دق جرس الباب، تتكلم بصوت منخفض حتى لا يسمعك الناس. تلك ملكات تتصادم مع بعضها كما يحدث وأنت تمسك بالمال الحلال، تكون مطمئنة تخرجها أمام الناس. فإذا سرق أحد حافظة نقود اضطربت نفس السارق، ولا يبحث عن مكان مظلم لا يراه فيه أحد ليحصي ما سرق، وعن مخبأ لا يعرف أحد ليخفي المسروقات. إذن ففي الحلال انسجام فهو كسب، وفي الحرام افتعال فهو اكتساب. ولكن إذا رأيت الحق سبحانه وتعالى يستخدم لفظ كسب بدل اكتساب، فاعلم أنه يحدثنا عن الذين اعتادوا ارتكاب الذنوب حتى أصبحت لا تثير فيهم أي افتعال، بل انسجمت نفوسهم مع المعصية، مثل الذي جاء ليحكي الرزاق أبهيا بما فعله أثناء الليل من المعاصي ويعتبرها كسبا له. الإنسان الذي في قلبه إيمان إذا فعل معصية اضطرب وأخر يبكي ويخاف أن يعرف أحد هذا عنه. إذن فمعتاد المعصية أصبح يألفها ويعتبرها كذبا فيزداد فيها حتى يكون مأواه جهنم ويلاقي أسوأ مصير، نعوذ بالله. الرضا، ما هو الرضا؟ واطمئن القلب إلى أمر يقتنع بالنفع فيه فأنا راض بهذا الشيء، أي أن كمية النفع التي حصلت عليها منه تكفيني، وقد يكون عند غيرك أحسن من الذي حصلت عليه ولا يرضى به. ولكن المؤمن يرضى دائما بقدر الله، لأن من أجراه عليه هو الله الرحيم. الله سبحانه وتعالى رحيم في كل قضائه، رغم أننا في بعض الأحيان لا ندرك هذه الرحمة، فقد يمنعني المال حتى لا يكثر في يد أولادي، فإن حرفوا إلى ما هو شر مثل المخدرات أو القمار أو السعرات الحرارية، وحينئذ يكون منع المال عني رحمة، ويكون منع العطاء هو عين العطاء. ولذلك يقال إذا لم تحصل على شيء ما تريد فرض ما حصلت عليه، لأنه كان في العطاء حكمة وفي المنع أيضا حكمة.